السلام عليكم ورحمة الله، سعيدة بلقياكم أخواتي من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم واحد الحلوة اللي كتعجب الناس المغاربة كاملين. هاد الحلوة هي ديال الكوكو السميد، كنتمنى تجربوها وتردوا لي الخبار. هاد الحلوة هاد الغريبة ديال الكوكو السميد كنحتاجو فيها على بركة الله 125 غرام ديال الكوك، يكون الكوك من النوع الجيد، 100 غرام ديال السميده رقيقه، كنحتاجو سكر كلاصي على التفنيد، شريوه رابعه، كاس لارو ديال السنيده، كاس لارو ديال الزيت، فانيا ديال الزهر، هي خاص فانيا ديال الزهر ولا معلقه ديال الكوفيتير. انا ما متوفرش عندي كوفيتير، درت ساشي ديال الزهر بنكهه البرتقال، جوج بيضات، قشره ديال الحامضه ولا ليمونه اللي كان متوفر عندكم. كانت ليمونه ديروا ليمونه، خماره ما نديروهاش كامله، غادي نديرو هي فات 100 غرام، غنديرو غير 2 غرام، الربع ديال الخماره بركه علينا، ومعلقه ديال فورس. ندوزو الطريقه ديال التحضير. غنديرو كاس لارو ديال الزيت، ندير بعدا قبيصه ديال الملح، هذيك ضروريه كدير في اي حلوه، كاس لارو ديال السنيده، جوج بيضات، كنديرو قشره ديال ليمونه ولا برتقاله، فانيليا، وكنخلطو هادشي جيدا ونرجع معاكم. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا مزيان، نخلطوه بالباطور ولا بطحانة ديال المولينكس، كنزيدو عليها الكوك، كنزيدو الكوك، كنحركو، الكوك نديروه كامل 125 غرام ديال الكوك، يكون الكوك جيد ماشي داك الكوك الغليظ. نديرو السميده 100 غرام ديال السميده، كتبدا الكوك جيدا، نديرو 100 غرام ديال السميده رقيقه، ونديرو معلقه ديال الفورس، معلقه كبيره ديال الفورس، ديك 2 غرام ديال خميره الحليب. خلطوا العجين جيدا، غادي يبقى جاري شويه، ما يجيش قاصح بزاف باش الغريبه ديالنا تجي معلكه من الداخل، تجي رائعه. خدموها مزيان، بيكوها مزيان حتى يتخلطو لينا جميع العناصر. نشكلوها الفران، من بداو نعجنو فيها نشعلو الفران، الفران خاصو يكون سخون، نسخنو بلا درجة الحرارة 240 ولا 250، ملي غادي نشكلوها غنقصو، نخليوها 160 150 باش ما تحركش لينا. من بعد ما كمل العجين ديالنا في التليك، هيا شوف كتجي، غادي ناخدو واحد شويه ديال الماء باش غنديرو في يدينا الماء عادي من روبيني، ماشي ما ديروش ما زهر، ناخدو شويه ديال العجين تقريبا 100 يكون فيها 25 غرام الكره، ديروها شكوبة كبيره حيت كتشتت في الفران، شكلو الكويرات ديالنا. وكنديروهم في السكر كلاصي مزيان بالطريقه،
وكنضغطوا عليها بهاد الصباب بحال هكا شويه، نحطوه نشكل معكم وحده اخرى سكون كلاسي يكون سبيسيال يكون داك مزيان. نضغطوا عليها بحال هكا بهاد الطريقه، نبعدوهم شويه باش ما يتلاصقوش لينا. نكملوا بهذه الطريقه ونرجع معكم من نكمل التشكيل ديال الحلوه ديالي، نرجع معكم. كما كتشوفوا انا كملت الحلوه ديالي في التشكيل، كنوركو عليها بالصبع الكبير ديالنا بحال هاكا، نحطوها نعمروها بسكر كلاصي مزيان باش رائعة الحلاوة ديالها، هي تكون هداك السكر كلاصي كيجي داك الشكل ديالها رائع ملي كطيب. كما كتشوفو معايا أنا كملت الشكل ديال الحلوة ديالي، غادي ندخلها الفران. الفران يكون سخون درجة حرارة 240 كما قلت لكم، ملي غنبغيو ندخلو ليه الحلوة غنخليوه في 150 حتى 160 درجة، وغادي نحطوه الفوق قريب للشبكة الفوقانية باش كتفرقع لينا الغريبة ديالنا. هاي الحلوة ديالنا نحطوها قريبة الفوق، الفران غنشعلو هاد الفوقانية، هاي هادي اللي فيها المروحة، درجة الحرارة غنديروها ما بين 140 حتى 150 يعني 150 هنا تكون ناقصة الحرارة باش الحلوة ديالنا تجي فرقعة من الفوق تجي رائعة. هاي الحلوة ديالنا من بعد ما وجدات من بعد ما طابت لينا خرجنا من الفران، كطيب في وقت ربع ساعة تقريبا صافي كتوجد لينا. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبار، وكنتمنى اللي مشاركش في القناة ديالي يشارك معايا ويخلي لي لايك ويخلي لي تعليق وفعل الجرس باش يوصلوا كاع الجديد اللي كان اللي غنلوح، ونوريكم كيفاش كتجي الحلوة ديالنا كما كي كتجي معلكة من الداخل ومقرمشة من الفوق. وكنتمنى تعجبكم والسلام عليكم. هاي من بعد ما طابت لينا الحلوة ديالنا جبدناها كتجي بهذا الشكل هذا، كنتمنى تجربوها راه كتجي رائعة، جربوا بها اتاي في العشية ولا جاتكم الضياف على غفلة تصيبوها لي نضية، كتوجد في وقت غير قصير. كنتمنى اللي ما مشاركش في القناة ديالي يشارك معايا وديروا لي لايك وديروا لي ابوني باش فعلوا الجرس باش يطلع لكم الجديد ديالي. السلام عليكم.